نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين. وتأتي الحملة امتدادا لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. جيت براتب الدم لصالح اخواننا في غزه. الاقبال كان كويس كتير معقول، ودي رساله بوجهها لكل الشباب ولكل اهل مصر ان هم يسارعوا، لان اهلنا في غزه في احتياج كل نقطه دم. في اقبال ان شاء الله على التبرع، واحنا عمالين نتصل على اهالينا وان هم يجوا يتبرعوا بالدم وعلى جميع القرى، وباذن الله ان احنا ربنا كل دي ده لدعم لاخواتنا في فلسطين. عرفت ان في حمله للتبرع بالدم لمصابي غزه، جيت وواقف من الصبح على مجدول الجو، اتبرعت الحمد لله.